nuestra cabeza que somos muy buenos juntos. Creo que hoy merecemos los tres puntos, gracias también a la afición que nos apoyaron desde el inicio, porque sabemos que no estábamos en un buen momento, pero los grandes equipos sabe hacer este tipo de cosas. Ahora tenemos un parón para descansar y para regresar. شاهد تصريحات كريم بنزيما عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الاتحاد. أول تصريح من نجولو كانتي بعد مباراة الاتحاد اليوم: السلام عليكم، لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. شاهد تصريحات كريم بنزيما عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الاتحاد. وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الإسباني ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع إكس. ونشر بنزيما تغريدة قال فيها: كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثنى النساء ولا الأطفال. وكان العديد من نجوم الكرة العالمية قد وجهوا رسائل دعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء. كانت المقاومة الفلسطينية قد تمكنت في 7 أكتوبر من إلحاق ضرر غير مسبوق بجيش الكيان الصهيوني قبل أن يلجأ الأخير إلى أساليبه المعروفة بقصف المدنيين. ومن نجوم الكرة المصرية الذين دعموا فلسطين: محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، محمود كهربا لاعب الأهلي، محمود شيكابالا وأحمد زيزو ثنائي الزمالك، محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي. أول تصريح من نجولو كانتي بعد مباراة الاتحاد اليوم. أشاد الفرنسي نجولو كانتي من خلال تصريحات صحيفة لاعب وسط الاتحاد بمستوى الدوري السعودي واصفا إياه بأنه في طريقه إلى القمة، وقال كانتي في تصريحات صحفية إنه تفاجأ بمستوى الدوري السعودي منذ انضمامه لصفوف الاتحاد الصيف الماضي، مضيفا إنه دوري قوي وشديد المنافسة. وأشاد كانتي باستثمارات السعودية في كرة القدم قائلا: إنها خطوة مهمة في تطوير الدوري السعودي وجعله أكثر جاذبية للاعبين والجماهير. وتابع أيضا: أعتقد أن أفضل 5 مباريات في الدوري السعودي حاليا بنفس مستوى مباريات الدوري الفرنسي. وختم كانتي تصريحاته قائلا: أنا فخورة بأن أكون جزءا من هذا التطور الكبير، وأتمنى أن يستمر الدوري السعودي في الازدهار. يتولي المنصب في النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة. طبقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن تم اختيار مدير رياضي برتغالي بدعم من مواطني لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم والأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الأصفر. وأكمل التقرير السعودي طبقا للمصادر ذاتها: ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي من قبل النادي العاصمي في الأيام المقبلة. واختتم: سيتم منح المدير الرياضي الجديد جميع صلاحيات التعاقد واختيار اللاعبين الصيف المقبل بالتشاور مع مدرب الفريق. وقتها يذكر أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق النصر السعودي لتخطي نظيرها الفيحاء بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأميرة فيصل بن فهد ضمن منافسة ذهاب دور 16 ببطولة دوري أبطال أسيا 2023-2024. كم عدد المباريات التي لعبها كريستيانو رونالدو في مسيرته؟ حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال رقما مبهرا بعد هدفه في مباراة الفيحاء والنصر بثمن نهائي دوري أبطال أسيا. وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز 1-0 على مضيفه الفيحاء بعدما تمكن القائد البرتغالي من هز شباكه أخيرا ليتفوق فريقه في مواجهة سعودية خالصة. وسجل رونالدو للمرة الأولى في مرمى الفيحاء بعدما فشل في هز شباكه في مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين، وتقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الأربعاء المقبل. وبعد هدفه في مرمى الفيحاء يصبح رونالدو مسجلا هدفا على الأقل في كل عام ميلادي منذ 2002 حتى 2024، ما يعني استمراره في التسجيل لمدة 22 عاما متواليا. وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهداف العالم بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند. وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرا لهداف العالم بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند وهاري كين وكيليان مبابي. حقق النصر فوزا بفضل هدف كريستيانو رونالدو على الفيحاء بنتيجة 1-0 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا.
وتعد تلك المواجهة الخمستاشر السعودية الخاصة في دوري أبطال آسيا من بينها ثلاثة سابقة للنصر، فاز في 2 وخسر 1. وسجل رونالدو أول أهدافه في 2024 ليواصل التسجيل للعام 22 ميلاديا على المستوى الاحترافي. التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق رأسية لابورت بعد ركلة حرة نفذها بروزوفيتش مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 33 مرت رأسية أوتافيو بجوار القائم الأيمن، وسدد رونالدو كرة قوية أبعدها الحارس بنجاح في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. وفي الشوط الثاني زاد ضغط النصر من أجل التقدم في النتيجة، فسدد تاليسكا كرة قوية تصدى لها الدفاع في الدقيقة 52، وبعد 3 دقائق مرت رأسية لابورت بجوار القائم في الدقيقة 58، وشارك عبد الحميد صبيري بدلا من ركان الكعبي ضمن تغييرات الفيحاء، وتصدى الحارس لرأسية رونالدو في الدقيقة 63، وسدد القائد البرتغالي برأسية أخرى كرة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 81 وبعد تمريرة ثنائية بين رونالدو وبروزوفيتش انفرد البرتغالي وسجل في الشباك قائدا النصر للفوز ذهابا قبل الحسم إيابا. رونالدو: سأكمل مستواي الشخصي هذا الموسم والعمل الجماعي سر تفوق النصر. كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أهمية تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا، وانتصر فريق النصر على الفيحاء بهدف دون رد أحرزه كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي أقيمت ضمن مباريات ذهاب دور 16 لبطولة دوري الأبطال. وقال رونالدو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: الانتصارات تعود بنا ومستواي الشخصي سوف أكمله في هذا الموسم وسنصل لهدفنا الذي نريده. وأضاف أيضا: السر بالفريق هو العمل الجماعي، وفريقنا سيتخذ المسار الذي يريده المدرب ونعود للمستوى الذي كنا عليه قبل التوقف. القدر كافئ رونالدو في مباراة الفيحاء التي يحتفل خلالها بأنها المباراة رقم 1000 في تاريخه ليواصل كتابة التاريخ الشخصي. ومن المقرر أن يلعب النصر مع الفيحاء مساء يوم الأربعاء القادم في مباراة الإياب والتي يستضيفها استاد الأول برك. مطالب بطرد رونالدو من السعودية بعد تصرفه في مباراة الهلال. سقط الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي في أزمة جماهيرية جديدة داخل المملكة العربية السعودية بعد تورطه في واقعة غير أخلاقية أمام جماهير الهلال الغريم التقليدي. وتورط رونالدو في أزمة كبيرة بعدما قرر الرد على استفزازات الجماهير الهلال على هامش مواجهة نهائي كأس موسم الرياض والتي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا، ورصدت الكاميرا العديد من التصرفات المسيئة لرونالدو خلال أحداث المباراة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب انتقاد الجماهير إلى الدوري السعودي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.